نويت العمر ومعي ابن البالغ من العمر 7 سنوات ونويت له العمرة وبعد الوصول للحرم لم يعتمر، ماذا عليه؟ عليه أنك تعتمر به، تجيبه وتطوفه وتسعابه وتقصر من راسه، لأنه ما زال محرما. الكبير والصغير سواء، إذا أحرم يلزمه أداء العمرة والحج إذا أحرم. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يلزم إتمامهما بعد الإحرام بهما. نعم.